المعراج هو الصعود والارتقاء من الأرض إلى السماء. أخذ الله نبيه إلى السماء ليعطيه أعظم النعم، لينعم عليه بأعظم النعم، ونعمة الصلاة هي أعظم ما أنعم الله به على البشر. هذه الصلاة التي هي معراج النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أنت أيها المسلم أن يكون معك أيضا معراج تعرج به إلى الله عز وجل في كل يوم 5 مرات من خلال الصلاة التي فرضها الله عز وجل في السماء وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلينا حتى تكون صلة بيننا وبين الله عز وجل. فاحرص على معراجك في 5 مرات في كل يوم وليلة، يفتح الله لك أبواب الخير جميعا. السورة اللي اتكلمت عن المعراج، كتير من الناس بيقول إن القرآن ما تكلمش عن المعراج، وفي الحقيقة القرآن تكلم عن المعراج وأشار إليه في سورة النجم. اسمع للقرآن الكريم وهو بيقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. القرآن الكريم بيتكلم بالإشارة، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، وفي التلميح ما يغني عن التصريح. إن حادثة المعراج حدثت وقد أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة التي تؤكد هذا المعنى.